تلاصق مدينة يافا التي تقطنها غالبية فلسطينية تل أبيب، وهي أكبر المدن الإسرائيلية وأكثرها انفتاحاً. لهذا يجد المثليون الفلسطينيون فيها ملجأً لممارسة حياتهم التي يخفونها عن مجتمعهم المحافظ. التقيتهما في منزلهما في يافا، حيث قررا العودة للعيش في قلب مجتمعهم وفي قلب مدينة ترعرعوا فيها. عايش بيافا وبنزل بشتري بيافا وباكل بيافا وبشرب بيافا وبمشي بيافا وبلبس كيف ما انا لابس هلا بيافا، ولا حدا بيحكيني ولا حدا بده يطخني ولا حدا بده يشكني، وكثير ناس بيافا بتعرف انه انا مثلي، انا يافاوي انولدت بيافا. هذا بس بيوري انه مجتمعنا هذا ايش مهم بفكروا، ولا ايش مهم بدهم انه مجتمعنا يبقى. فيلم مستشرق يحكي قصة ثلاثة من المثليين الفلسطينيين. اختار أحد أبطال الفيلم الوثائقي إشهار مثليته للمرة الأولى أثناء تصوير الفيلم، فكيف كان رد فعل عائلته؟ كنت كتير خايف من رد فعل أبوي، كنت متوقع أنه أمي تتقبل إشي أكثر بسلاسة وبسهولة، كان إشي العكس تماماً. أمي كانت كتير أنتي ولسه بعدها أنتي وبحكيش معها على الموضوع. أبوي هو الإنسان اللي حاول يتقرب مني، حاول يفهم شو أنا، حاول يفهم المحل اللي أنا فيه، إيش الدوافع، شو أنا بحس، منين أنت، ليش، كيف. ويرفض خضر أبو سيف أن تكون حكايته تضخيماً لانفتاح المجتمع الإسرائيلي. الحرية النسبية التي تتمتع فيها هذه المجموعة لا تعكس واقع مجتمعهم الفلسطيني الذي ما زال ينظر إليهم كمجموعة خارجة عن ما هو مقبول، ويعيش كثير منهم خلف ستار في مدينة تناسبهم اجتماعياً لكنها ترفضهم سياسياً كفلسطينيين. لما هم بعرفوا عن حالهم كإسرائيلية، أنا بخافش، أنا برتعبش وبحسش إني لازم أدافع عن هويتي، يا إما لازم أدافع عن يا إما لازم يدافعوا عن إيش مهم من. أوكي أنت إسرائيلي، أنت إسرائيلي، الفرق بيناتنا هم لما أنا بجي بقول إنه أنا فلسطيني. فلسطيني ليش فلسطيني؟ كيف فلسطيني؟ كيف تسمي حالك فلسطيني؟ لا مش أنا. قصتهم ليست استثنائية، لكنهم من القلة القليلة التي على صوتها من خلال فيلم عن حياة المثليين الفلسطينيين وصراعهم الاجتماعي مع مجتمعهم والسياسي مع المجتمع الإسرائيلي. نوال أسعد، بي بي سي، يافا.